محمود مركت من الخرطوم في ربك ما شاء الله. نرجع تاني، نرجع مرجونا. طبعا يا شباب اكتر منطقتين يتغنى ليهم في هذه العاصمة المجرن وتوتي. نسيم الليل حل فوتي وبيوتكم وين في جزائر توتي. وبعدين عمنا عبد المعين يا جزيرة توتي يا جنة فيك الإنسان يتهنى. وبعدين شوف توتي توتي يا المحبوب بدت كالطفلة باك يا تنه هدات. يا سلام بيتنا الصباح هتغني لي توتي. تهنئة 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 لك ولأهل توتي. يلا غني. صباح عمنا عبيد قال للجوز ما نسينا للجوز ليس نجهل فيه وجدنا عينا فيه وردنا من هل للجوز. ده غنى للجوز، لكن عمنا ابو صلاح مشى من الجنوب الى الشمال فغنى للخوجلاب يا قلبي مني شالك مين. عاصم البنا حيقول لنا وقال حيرمي كمان طبعا مزرعة. تجمعنا من شتى من شتى تجمعنا من شتى ثلاث وأربع وواحدة حتى كهن ثمان. تجمعنا من شتى ثلاث وأربع وواحدة حتى كمن ثمانية. وأقبلنا من أقصى البلاد يعدني وإذا لم يعرفنا خلقا سوائيا. يعدن مريدا هن هيجن داءه ألا ألا
إنما بعض العوائد دائية. ما كنت رايق ساكن في صفو تأمين في الخجل يا قلبي مني شالك فيه. ما كنت رايق ساكن تأمين في الخجل يا قلبي مني شالك فيه. جمال والدلة صابنا نمشي العين شفنا السيوف تتجرد من عيون واسعين. بين الجمال والدلة صابنا نمشي العين شفنا السيوف تتجرد من عيون واسعين. صح وهب فاقد عقله بين جريح وبعيد الناس يروحهم تسعوا لي يروح يسعين. نايم ساكن في صفه تأمين في الخجل يا قلبي مني شالك في الخجل يا قلبي مني شالك كنت رايق ساكن في صفوت أمين في الخيام يا قلبي مني شالك. وقفت عليك يا عاصم. شكرا جزيلا عاصم. أستاذنا الجغري والله يرحمه أحمد محمد الشيخ. الناس بيغنوا لحي أو يغنوا يعني مثلا لفريق ولا لشارع، لا ده مسك الخرطوم غنى لها حي حي خرطوم ثلاثة حلة جديدة جوار الإسبيتاليا ما خلى حاجة. ولكن نادر حيسمعنا جزئية من سميري المرسوم في ضميري لعمل الجغريوي. حلاتك